قال الله عز وجل في آية هزت قلب رجل أراد الله به خيرا، فهمها الله، يعلم الخمسين أعظم من سافر ريال. جاءت الآية انزلت، قام يهتز وينتفض، جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، سمع كلمات مصيرية تغير، قد تغير حياته لليمين أو لليسار. يقول الله عز وجل فيها: ليس بأمانيكم، كلام كبير، ليس بأمانيكم. وش معنى هالآية بكلامنا بلغتنا العامية؟ يعني أنت تبغى تفرح وتبغى توسع صدرك في حياتك كلها. أنت تقدر تضحك ساعتين لكن ما تقدر تضحك طول حياتك كلها، ودك، لكن يقول ليس بأمانيكم، لأن مو على كيفك. الآية معناها ليس على كيفك، ليس بأمانيكم، ودك تعيش الحياة هذه، ودك تزوج أشرف واحدة في الدنيا، ودك عيالك ما يتعبونك، ودك ودك رب العالمين يجمع لي ولك، والله لا ينسى. زي ما تسوي الآن، أما يفتح لك فتوح ويقتصر عليك أمور كثير كنت تتعب عليها عشان مواقف سويتها من زمان، أو أنه يتعبك أكثر من راحتك أو الساعتين اللي ضحكت فيها أول ويدفعك فيها سنين. قال سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأولى لنا والثانية لليهود النصارى. أجل يا ربي كيف تعاملنا؟ الواحد بيقول الكلام هذا، السؤال هذا، ما دام ليس على كيفي يا رب، وليس بأماني، وليس على ما أشتهي، أبغى أفرح أفرح، أبغى مستقبلي زين يصير مستقبلي زين، أبغى زوجة شريفة، لا، أجل يا ربي كيف نتعامل معك؟ مستقبلنا مبني على ايش؟ تاخذ تكملة الآية تتعجب، صواعق من السماء. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أجل كيف؟ من يعمل سوءا، ما قال من يكفر، ترى اللي قاعد يصعب على انفسنا المستقبل، مستقبل سهل. من يعمل سوءا يجز به، كلام ما تفهمه الا من اراد قلوب اراد الله بها خيرا. قام ابو بكر ينتفض، الآية عادية نقراها وتقراها حبيب الغالي ونمر، مرت على ابو بكر ما مرت، هزت قلبه وجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، الآية تقول ليس بأمانيكم، والرجل عنده مستقبل خايف عليه، وعنده أولاد وبنات وأعراض خايف عليها، ويعلم أنه ما يقدر يحفظها إن لم يحفظ الله عز وجل. فقال: يا أبا بكر، يا رسول الله، أو كل سوء، يعني كل عمل أسويه بحاسبني الله فيه؟ من يعمل سوءا يجزى به؟ إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا أبو بكر، أنت غير الناس، أصلا أنت وأول مبشرين بالجنة، زي ما نلعب على بعضنا؟ لا، بدأ يشرح له الأشياء اللي قاعد تضيق صدره، ومن وين جت الأمور اللي كان يبغاها تصير وصارت عكس، الولد اللي كان يتمنى أنه يطيع وصار يعصي، الأمر اللي كان قدم عليه في ارتقاء المنصب وما حصل، هذه الأمور ومنغصات، المرض اللي جاه أمس، أوجاع أمه يوم شافها تتلوى قدامها، هذه من وين؟ قال: يا أبا بكر، أولست تغتم؟ كلام كبير. يقول ما يجي يوم زعلان ما تدري ليش زعلان، كل حاسب ضيقة، ونسمعها كثير يا جماعة، من أنفسنا نجربها. قال: يا أبا بكر، أولست تغتم؟ بكر ناظر، قال: بلى يا رسول الله. بدأ يرجع الماضي، إي والله في أوقات. قال: أولست تهتم؟ قال: بلى. قال: أوليس، شوف النبي عليه السلام، أوليس يصيبك اللأواء؟ ما يجي أحيانا تجمع عليك كم شغلة تقول أهلا وين أروح، ودي إني أموت؟ قال: يا رسول الله، بلى أجده. إيش قال النبي عليه السلام؟ قال: هذا ما أنا دخل في ماضيك واللحظات اللي عصيت فيها رب العالمين؟ لا، قال: ذاك بعض سيئات ما تكسب، بعض، خذها أعظم من كلمة محمد عليه الصلاة والسلام، كلام رب العالمين، يعني مو بس في حياتك أنت، حتى الأشياء اللي حولك. كما جاء الخبر أن الحضارة تموت في وكرها كمدا من ظلم الظالم من أهل البشر، تتقطع قلبها وتموت. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر،
خسارات في الأسهم، وعالم جاءها جلطات عندنا في المستشفى عشان هالأسهم، وإنفلونزا الطيور، وغلاء في الأسعار، وشيء عجيبة قاعد يصير، نفوق في الإبل. ظهر الفساد في البر والبحر. ليه؟ ما في شيء صار كذا، بلاوي سويناها احنا نسيناها، لكن اللي في فوق السماء جل جلاله ما نسي. قال ظهر الفساد في البر والبحر. لما؟ بما كسبت ايدي الناس. لما يا رب؟ ليذيقهم. ابا ذوقه الساعة اللي ضحك فيها في معصيتي انا ما نسيتها. ليذيقهم بعض. أعظم ما في الآية هذه وكلام الله كله عظيم، كلمة بعض تضرب في القلب شوي. هالبلاوي اللي قاعد تصير كلها بعض، يعني معناته يا جماعة في بلاوي باقية. ليذيقهم بعض الذي عملوا. طيب يا ربي كيف نطلع منها؟ إيش آخر الآية؟ لعلهم يرجعون. لعله ينتبه أن الثمن اللي بدفعه هي لو بعد سنة بيقول يا ليتني قبل سنة ما سويت هالمنكر.